لم يكن هدوء ولاية صور قبل لقاء أبناء العمومة العروبة وصور سوى عاصفة غير مناخية تنتظرها الجماهير الزرقاء والخضراء لنيل أغلى الألقاب. فأجواء التنافس تعانقت مع تاريخها البحري المتأصل في أعماق التاريخ، فولاية صور التي تبعد 150 كيلومترا جنوب شرق العاصمة مسقط تشتهر بصناعة السفن البحرية والمحامل التراثية، وتعد منارتها من أقدم المنارات البحرية في السلطنة بمنطقتها الشهيرة العيقة. رسمت البيوت الصوراوية العاشقة لألوان الناديين لوحة فنية تؤكد أن عشق المستديرة مسكون بحب أهاليها، الصغير قبل الكبير، فلغة التحدي والصوت المسموع قبل صافرة البداية. مباراة إن شاء الله الأربعين فائزين بإذن الله الكاس إن شاء الله. يعني دوري وكاس. دوري وكاس إن شاء الله. الله الله إن شاء الله اللي مشاهدين الكاس عن الأربعين إن شاء الله. بس أعتقد إن هي يعني من قبل التقيتوا والعروبة اللي فات. لا إن شاء الله الحين لا 90 الحين 2015 2016 بنصلي. شو تغير فيكم يعني؟ لعيبة وتغير لعيبة كل شيء خلاص الجاي زمان ويا زمان. جايين بحماس الدوري هم. لا ونشع عنهم الكاس بعد نظيم الدوري والكاس ليش تبي كلام؟ من يوم صعدنا من النصر والصور صعدوا مع السيب في نفس اليوم كانت الحمد لله بدأت الأجواء هذه، وهذه طبعا انتظرها من 22 سنة. من 93 كانت العروبة صور لعبة والحمد لله فاز العروبة وننتظرها وجات، وإن شاء الله هم يريدوا الدين لكن ما يردوا إن شاء الله. عرباوي إن شاء الله الكاس والدوري إن شاء الله 100% مستعدين ومركزين على ثغرات في نادي العروبة راح نضربها في المباراة 100%. الكاس ازرق ومصممين عليه بروح الشباب ان شاء الله. الكاس ازرق ولابس اخضر اليوم سيري الملعب ولا لا؟ امشي. ها امشي. منو بيفوز؟ العروبه. شو بتغنين للعروبه؟ ها قولي لي كيف بتشجعينهم بالتلفزيون ولا في الملعب؟ الملعب. ومن منطلق حشر مع الناس عيد زحفنا مع الجماهير إلى مجمع صور حيث تزداد وتيرة التحدي، والكل يؤكد أن الكاس يعرف مجراه واللقب الرابع هو السنيار الذي سيتبعه النواخذة على محمل التحدي. الكاس يتبع الدرع هذه القانون، والجماعة يسعوا ولكل ساع نصيب، لكن الكاس عادة يتبع الدرع. الوادي يتابع مجراه ولا لا؟ اسال الاخ يوسف الكاس اول ما جاب الكاس في صور رد عليه من اللي جاب الكاس اول شيء من اللي جاب الكاس سمعنا رد عليه رد عليه اول ما جاب الكاس اخر كاس واصل صور جايب من العروبه كاس ال 40 والحين كاس السلطان احنا نتكلم اول ما جاب الكاس اول يوم الوادي ميتين مشي ميتين يوم احد وادي اول ما جاب اذا في الحاله دي الكاس عفوا الوادي الحين اخر كاس الوادي تابع مجراه كاس ال 40 حميه من ان شاء الله مو واحد لا ما عليك منه لا اسمح لي صح ان العروب يمتلك الخبره ولكن احنا نمتلك الشباب، والشباب يعطوك اكثر خاصه في المباريات في الادوار الاقصائيه، وان شاء الله صور فايز كله عرباوي وصراوي لان الكاس في العفيه. الله عرباوي عرباوي مبروك شي خلاص والله النهايه ان شاء الله بتكون زرقاء ونحن جايين من صلاله عشان الازرق. صافرة اللقاء كانت الحد الفاصل لنبرات التحدي، فبطل الدوري العماني العروبة المارد لم يترك مجال لمراوغة العميد الأزرق صور، فجماهير المارد ترقبت هز الشباك حتى استجاب النوخذة عيد الفارسي لأمنيات الفرحة، فهز شباك الصوراوية مرة واثنين معلنا أن العيد عيدين في صور، عيد الدوري واليوم عيد الكأس. ركنيه للعروبه باتجاه المرمى في المرمى اول الاهداف اول الافراح المدرج الاخضر يغلي لك الدرع يوم لقيتك الظهر قلت لك الدرع عرباوي والكاس عرباوي وش استوي والكاس عرباوي يا الله لو لاعب كان بهقهم هق الحمد لله رب العالمين على هذا الفوز الكبير يعيش العرباوي يعيش الله يبارك فيك والله كنا متوقعين الفوز لان اللعيبه ما قصروا ودوش الحمد لله رب العالمين. هدف عرباوي هدف للمارد هدف للعروبه 1-0 من مرمى ركنيه.
تمنيناها ثاني وصارت الثانية، وإن شاء الله نتمناها بعد مرة ثانية فرحنا العروبة. كرة خطيرة أمام المرمى، الثاني عرباوي، المارد ينتقم ويهز المدرجات من جديد. عرباوي ماشي صور عرباوي، اسم صور نالي عرباوي. متعودين حن عرباوي، متعودين على البطولات، متعودين على البطولات، على الدوري، على الكاس، متعودين. الله يبارك فيك، مبروك. والصافرة تقترب، والصافرة تأتي في هذه اللحظات. مشاهدينا، متابعينا في كل مكان، العروبة بطلاً لكأس الجماهير العرباوية كانت وقود الحماس في موسم شاق ومتعب لفريقها، ولقبي الدوري والكأس هما الباء البارد الذي أزال التعب عن نواخذة صور. وما أجمل أن تكون رحلة القفال مكللة بأغلى الكؤوس لقائد المسيرة قابوس الخيل. وين ما يروح الخضر أنا وياه، بيض الوجه ومقصر وبيرعاه، جايب الكاس عرباوي رافع الراس، عرباوي جايب الكاس عرباوي رافع الراس. فرحان من الاخضر عروبه، من الاخضر من دمي عرباوي حبيبي، عرباوي بقول بعدي عرباوي، بعدي بقول عرباوي، دمي عرباوي. اليوم صور، اليوم خضره صور، خلاص صور، خلاص راحت. كنا عرباويين، أنا دمي عرباوي، دمي. الحمد لله رب العالمين، هذا فضل إذا يرجع لإدارة النادي. الحمد لله رب العالمين، الشغل اللي سويته فضل من الله سبحانه وتعالى، ومبارك الصور على وصول من النهائي بالإمكانيات اللي معاهم، ونقول الحمد لله رب العالمين على الفوز على الثنائي، فضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، إن شاء الله العروبة مكتسح الموسم، هاي الموسم كل البطولات إن شاء الله، والمواسم الجاية إن شاء الله. أبارك اللاعبين إن شاء الله، وهم عبارة عن طلبتي، وإن شاء الله أهديهم وأهدي كل جماهير الفوز إن شاء الله. كل شيء نباه، هاي فرحة صور العفية من 2010، ما جاي قاعد الحين 4 سنوات من 2010، واليوم ختمناه بثنائية. صور خضرة هذا الموسم ليه موسم 2016 بس خضرة. مبروك المارد، خلص على البطولات. الله بارك فيك، أشهد بني ضرب لهم ضربا ومر ببيزو، الحين ما بيزو ثنائية على الدوري وكاس على المر وزرع وزرع ولحظات الفرح والكأس الغالية من نصيب نادي العروبة. ألف مبروك لنادي العروبة بطلا لكأس جلالة السلطان قابوس للموسم 2014-2015. هنا فريق الذهب، هنا فريق الإنجاز، هنا فريق العروبة.